السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا، قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف للياء. النهاردة فيديو عملي كده تبع الأغنام طبعا. النهاردة هنعمل مع بعض طوالة أو علافة أو معلف لتعليف الأغنام، مع علافة لتعليف الأغنام اللي هي المكان اللي بتحط فيه العلف للأغنام. العلافة دي إن شاء الله تكلفتها لا تتجاوز 250-300 جنيه، من 250 ل 300 جنيه. هقول لك الاول انا جبت الخامات منين، وبعد كده هنبدا في تفاصيل ازاي هتعملها. الخامات دي بيجيبوها من بتاع الروبابيكيا، ده عباره عن خشب، طبعا مش لازم يعني خشب باركيه، لا انا بس انا حاليا اللي واقع معايا خشب باركيه، لكن انت ممكن تجيب الخشب اللي هو العادي، يعني مش لازم يكون خشب باركيه. الخشب باركيه ايه الميزه بتاعته؟ ان في شف هنا اهي، دي نتايه هنا، وفي هنا بروز اهو، يعني بيتعشق في بعض، الخشب بيتعشق في بعضيه. ولو ان الميزه دي انا بما ان الخشب قديم بتصعب الشغل، لان ما بيتعشقش بسهوله، وهوريك ازاي بدخله في بعشقه في بعضيه كويس، هوريك ازاي دلوقتي. المهم ده اللوح اربعه، عرضه 9 سنتي والطول بتاعه 4 متر. اللوح من ده تقريبا في حدود 25 جنيه. اللوح من ده في حدود 25 جنيه، طبعا عادي جدا، ما تستغربش لما تروح لواحد يقول لك ب 50 جنيه وب 60 جنيه. ده روبابيكيا، والناس يعني في اسعار، ناس ما بتعرفش ما بتخافش ربنا بيرمي لك اسعار. هو مش جايب اللوح ب 10 جنيه، يعني الدولة العدد 8 تلواح. ادي 2 4 وفي 4 في الأرضية، يعني كل جنب لوحين، الجناب والأرضية 4 تلواح. الثمان تلواح دول لو أنت بتاخدهم من صاحب الأوضة اللي رامي منها الخشب، الخشب ده طبعا خشب باركيه بتاع ارضيات، ممكن تاخدهم منه ب 100 جنيه الثمن تلواح، يعني اللوح ب 12 جنيه تقريبا. وممكن تاخد الأوضة كاملة على بعضها ب 200-300 جنيه، يكون فيها 30 لوح، 35 لوح، 40 لوح، على حسب عرض الأوضة. المهم مش هنخش في تفاصيل الخشب، أي خشب متوفر عندك. أنا جبت الخشب ده، اللوح أنا بحسبه لك طبعا، أنا مش جايبه بالسعر ده خالص، يعني ده واحد صاحبي كان في شغلانة في عمارة وصاحبة البيت قالت له خدهم، مش عاوزاهم خالص، مش خدهم ببلاش يعني. المهم اللوح في حدود 25 جنيه، 8 تلواح في 25 يعني 200 جنيه، 200 جنيه. وهتجيب طبعا، هنفترض ان انت هتشتري حتت زي كده، دي 6 سنتي في 4 سنتي، او تجيب حتة 5 في 5 زي دي، زي دي كده، دي 5 في 5 ما فيش مشكلة، يعني 5 في 5 6 في 4 مش هتفرق، اللي هي العوارض. طبعا دي عوارض أكبر، دي حوالي 7 في 4 العوارض اللي هنا، مش هتفرق، دي بتاعت الباركيه، خشب الأرضية بتاعت الباركيه ده اللي هي بيبقى تحت الباركيه الأصل ده، لكن دي حتت عادي من أي مكان، المهم أي حتت بالتفصيل ده. الطوالة دي طولها 4 متر، عرضها 35 سنتي، ارتفاع الجنبين حوالي 20 سنتي. ارتفاع الجناب بتشيل كام خروف؟ بتشيل ما لا يقل عن 40 خروف فطام، اللي هو من 20 ل 30 كيلو، بتشيل من 35 ل 40 خروف. طبعا الوضع بتاعها هيكون في نص الاوضه، يعني الغنم هتاكل من الجنبين، من هنا ومن هنا، الغنم هتاكل من الجنبين. بتشيل طولها 4 متر وعرضها 35، بتشيل ان شاء الله من 35 ل 40 خروف فطام، اللي هو من 20 ل 30 كيلو، وبتشيل ان شاء الله من 25 ل 30 خروف، يعني حوالي 25 خروف، 25 خروف اوزان خمسينات من الناحيتين طبعا، يعني 12 خروف من هنا او 13 من هنا و12 من هنا، او 12 و12 24 خروف في الوضع. طبعا لو الغنم بصفها هي اخرها هتشيل 25، انما لو الغنم مقصوصه ممكن تشيل 30 خروف اوزان خمسينات. المهم وخشبها جامد ما شاء الله، يعني بغض النظر عن الخشب اللي انا جايبه، يعني انت لما تستخدم الخشب التخانه دي اللي هو 2.5 سنتي، طبعا الخشب ده بيبقى جامد، ارضيه وجناب، وبالطريقه اللي انا هعملها دلوقتي مع بعضينا هتبقى طواله ان شاء الله ممتازه، تعيش معاك العمر باذن الله. اول حاجه بتجيب الاربع تلواح مع بعض، ديت دي تعتبر الارضيه. طبعا الخشب زي ما انت شايف انا لمه، بتلمه ازاي على بعضيه؟ لان طبعا مش هنعرف لو هتحطه بيدك، مش هتعرف، لازم تكون معاك حاجه زي كده، دي اسمها في مصر هنا قمطه او ملزمه، بتاعت النجاره، بتاعت النجار المسلح، شغل المعمار،
دي بتلم بيها الجنب قبل ما تحط، يعني تحط العرضه من تحت اهي، المسامير اهي مسامره تحت، تحط العرضه تحت وتلم بدي بالشاكوش طبعا، تلم بس انا ماسك الدبابة مش عارف اضرب، تلم بالشاكوش لغايه ما تلم معاك الفراغات دي وتسمر المسامير، بعد كده تفكها بتلاقي المكان بتاعك متقفل تمام التمام. ده طبعا عشان ما تنزلش علف، لازم تلم الفراغات دي عشان ما يبقاش فيه تنزيل تهدير علف ينزل تحت الارضيه. دي كده اهي الارضيه كامله وجاهزه. طبعا العوارض اللي بعملها الشرط بتاعها تكون متساويه هنا، ما تكونش بارزه، ما يكونش فيه اي بروز، مش عاوز انا اي بروز من الحاجات دي. الخمس عوارض طبعا في واحده بارزه هنا بس هتتقص، دي شويه هنقصها. معاك كم عرضه من تحت؟ الطول 4 متر، كم عرضه في الارضيه؟ 1 2 3 4 5 6 عوارض. طيب والجناب؟ الجناب ده الجنبين دول لسه هنقفلهم دلوقتي، اللوحين دول، لكن الجنب اللي تحت متقفل يعني اهو، ننزل دي كده، الجنب اللي تحت متقفل. طبعا ارتفاعه، ارتفاع الرجل دي، دي ارتفاع الرجل دي طبعا من فوق، هو رجل شكل نائب عامل ازاي، دي من فوق. ارتفاع الرجل دي 25 سنتي من الارض، يعني من هنا لحد بداية اللوح من تحت 25 سنتي من فوق. ما يهمش الطول زي ما تطلع معاك زيادة، بس اقل حاجة يكون معاك حوالي 30 40 سنتي، حوالي 40 سنتي على الاقل، يعني الطول اللي هو اللي بارز من فوق يكون 40 50 60 ما فيش مشكلة. الطول كل ما طول هوريك هنستفيد منه في ايه بعد كده. طبعا كل واحدة يعني بستخدم اربع عوارض في الجنب، واحدة هناك اهي ودي الثانية وهنا الثالثة ودي الرابعة، وهنشوف دلوقتي مع بعض، هنقفل الجنبين التانيين وهنكمل الفيديو وهوريك، هنشبكهم مع بعض وهيتشطب العلافة، هتتشطب ويبقى الشكل النهائي ليها ازاي، هنوريك دلوقتي مع بعض ان شاء الله. كده طبعا عملنا الجنبين، طبعا الجنبين لسه فوق بعض يعني محطوطين، بس ده الجنب الاول اهو من فوق، خلصنا الجنب من فوق وحطينا، هنبدأ نحط الأرضية. الأرضية تحطها اهي، طبعا زي ما قلنا طول الرجل، الرجل اهي قلنا دي، قلنا الرجل دي 25 سنتي، وبنحط وهنبدأ نسمر. طبعا هنبدأ نسمر دي، يعني زي ما انت شايف اللوحة الجنب جاي فوق الأرضية، مش الأرضية اللي جاية فوق الجنب، عشان انا الجنب عندي 18 سنتي فمش ناقص قصر، بالعكس انا عاوزه طويل، والارضية عريضة 35، فانا بنخلي الجنب بالشكل ده، يعني الجنب هو اللي فوق الارضية. وهنبدأ نصمر طبعا المسامير من هنا، بس انا ماسك التليفون، هنصمر ونكمل مع بعض. وده كده يعتبر الشكل النهائي بتاعها ان شاء الله. انت شايف طبعا هي بسيطة جدا في التصميم، مش محتاجة تعقيد ولا علم ولا ذرة، بس في التركيب بتاعها، يعني في تركيبها لو مشيت على الخطوات اللي قلت لك عليها. طبعا اوري لك من تحت، عشان طبعا ما شاء الله اهي زي ما انت شايفها كلها كتله واحده ما بتتلواش ان شاء الله. ثانيه واحده، دي كده اهي من تحت. الدعامات دي مهمه جدا، كذلك الدعامات دي حتى لو ركب عليها خروف 100 كيلو ما تخافش منها. طبعا في اضافه ممكن تضيفها لها، في اضافه ممكن تضيفها لها وانت بتاكل معيز، وهي هتزود لوحين كمان. كده هيبقى اللوح بتاعك بالوضع ده، بحيث المعزة تدخل راسها ما بقي في الفراغ ده على قد ما تدخل معزة راسها، لان المعيز طبعا معروفة بتنط في الطوايل وتشخ فيها، فدي كده تمنع دخول المعيز في وسط الطوال. اما لو خرفان مش محتاج اللوح ده خالص، انا الخرفان ما شاء الله الخرفان بتبقى ثابتة على الارض، ما بتنطش في الطوايل زي المعيز. ودي ان شاء الله طوالة باذن الله هنشوفها مع بعض على طول في الفيديوهات بتاعه الاغنام اللي جايه ان شاء الله كلها. طوالة بسيطه
سعرها رخيص وبتشيل ما شاء الله ما لا يقل عن 40 خروف أنية أو 25 خروف لحم، وبسعرها ما تتجاوزش 300 جنيه. أتمنى طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.